Majlis Al-Quran pada malam ini diteruskan dengan menjemput peserta yang ketiga. Peserta ini akan membacakan kalam ilahi Al-Quranul Karim dari surah An-Naml bermula pada ayat 67. والآن أيها السادة الكرام سنعيش هذه اللحظات الكريمة مع المشاركة الثالثة التي ستتلو علينا ما يتيسر لها من آيات الله البينات ابتداء من الآية 67 من سورة النمل فلتتفضل مأجورة. Dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Mm-hmm.
وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم مسلمين yang dikasihi. Itulah tadi peserta yang mewakili negara tuan rumah Malaysia iaitu Puan Nur Hidayah binti Abdul Rahman. Wa hakadha ayyuha al-hafl al-karim qad istama'na qubayla lahazat ila at-tilawati al-mubarakah talatha 'alayna al-qari'ah as-sayyidah Nur Hidayah binti Abdul Rahman wa hiya al-musharikah allati tumathilu dawlat Malaysia.